تحية طيبة أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. وزير التربية يتفقد ويفتتح عددا من المشاريع التربوية والتعليمية في غيل باوزير والشحر. أمانة مؤتمر حضرموت الجامع تشدد على وضع معالجات لتحسين الخدمات الأساسية بالمحافظة. جهود إماراتية متواصلة لتقديم الرعاية الطبية لسكان المناطق النائية في حضرموت.